السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نعمل اختبار الـ Specific Gravity للـ Course Aggregate. هنعمل اختبار الوزن النوعي للركام أو السن الخشن. طبعاً إحنا عملنا مع بعض قبل كده الأوزان النوعية للـ Fine Aggregate اللي هو الرمل. طب إيه الفرق ما بين الـ Fine Aggregate والـ Course Aggregate؟ الفرق ما بين الاتنين هو منخل رقم 4. منخل رقم 4 اللي الفتحات بتاعته قطرها 4.75 من 100 ملم. قطر الفتحات بتاع المنخل ده 4.75 من 100 ملم وبيبقى اسمه منخل رقم 4، ماشي، سيف نمبر 4. اللي محجوز على المنخل ده هيبقى ضمن الكورس اجريجيت، واللي هيعدي منه هيبقى ضمن الفاين اجريجيت. فاحنا النهارده هنعمل الوزن النوعي للكورس اجريجيت للمحجوز على منخل رقم 4. طيب اول حاجه علشان ان انا اعمل الاختبار ده لازم اعرف فائده الاختبار ده ايه. فائده الاختبار ده زي ما قلنا في الفاين اجريجيت ان انا بعرف منه او بقدر احدد الحجم او الحيز اللي هيشغله هذا الركام. يعني انا هاخد وزن معين هقول الوزن ده هيشغل قد ايه من حجم الخلطه بتاعتي. ففائده الاختبار ان انا بقدر او القيم اللي انا هطلعها بقدر منها احسب الحجم اللي هو هيبقى اوكيبايد باي اللي هيتشغل بالكورس اجريجيت داخل الخلطه بتاعتي. يعني بقول الركام هياخد حيز قد ايه من الخلطه. خلاصه الكلام. طيب العينه بتاعتي المفروض بجهزها ازاي؟ العينه بتاعتي في المواصفه بتاعت الاختبار في الاس تي ام اللي رقمها C127 في جدول هنا بيقول لي ان العينه بتاعتك المفروض الكتله بتاعتها او الوزن بتاعها يختلف طبقا لحجم الحبيبات. فانا ما باخدش، انا عندي دلوقتي دي عينه الركام اهي فيها حاجات يا دوب اتحجزت على منخل 4 وفي حاجات كبيره حاجات غليظه. فطبعا انا ما باخدش العينه كلها واعمل لها وزن نوعي كلها مع بعضها، المفروض ان انا بفصلها على المناخل بتاعتي. فباجي اقول مثلا هنبدا من عند منخل 2.5، باخد عينه مره من منخل 2.5 محجوزه على 2 المفروض يكون وزنها 8 كيلو، مره من 2 محجوزه على 1.5 المفروض يكون وزنها 5، مرة من 1.5 محجوزة على 1 المفروض يكون وزنها 4، مرة من 1 محجوزة على 3/4 المفروض يكون وزنها 3 كيلو، مرة من 3/4 محجوزة على نص المفروض يكون وزنها 2 كيلو. طيب خلينا الأول يعني قبل ما نجهز العينة وقبل ما نتكلم ما نشوف العينة هتجهز ازاي أو هنخلها ازاي وهفصلها وكده نشوف ايه الأدوات المطلوبة علشان أعمل الاختبار ده. هتبقى أول حاجة في الأجهزة أو الأدوات اللي أنا هحتاجها علشان أعمل الاختبار ده هي مجموعة التعليق بتاعت الـ Specific Gravity بتاعت الأوزان النوعية، وهي عبارة عن ميزان القراءة بتاعته بتتاخد من تحت هو متعلق، ماشي، زي ما احنا شايفين. لو جينا بصينا هنا على الميزان أنا لما بضغط لما هضغط لتحت هلاقي القراءة بتاعتي بتزيد، ماشي. وطبعا في سله مغموره في الميه، طبعا دي بتبقى ايه؟ بتتحرك ان انا اقدر انزلها بطلعها في الميه اكتر او 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 ارفعها من الميه، بس اهم حاجه ما تكونش راسيه على قاع الاناء اللي فيه الميه ده علشان طبعا تديني وزن حقيقي. درجه حراره الميه ديت المفروض تكون 23 بلس ماينس 2، يعني الرينج بتاعها هيبقى من 21 ل 25 درجه حراره الميه، لان احنا عارفين ان الكثافه بتاع الميه بتتغير طبقا لتغير درجه الحراره بتاعتها. هنشوف بقيه الادوات بعد كده. يبقى معايا مجموعه المناخل القياسيه اللي انا هفصل عليها العينه، ماشي. مجموعه المناخل القياسيه ببدا باول منخل الحجم بتاعه او قطر الفتحات بتاعته بيبقى طبقا للنومينال ماكسيمم سايز اللي هو اقصى حجم عندي للركام. فلو الحجم الركام عندي هيبقى كبير فممكن ابدا مثلا من 2 بوصه او 2.5، ماشي. لو الركام عندي هيبقى مثلا الحجم بتاعه اصغر شويه فببدا اقلل المنخل بتاعي، باخد مثلا 1.5 وبعد منه 1 وبعد كده 3/4 ونص وهكذا لحد ما اوصل لمنخل 4. فانا دلوقتي بس انا حاطط دول علشان انا عايز بس اطلع ايه
عينة تكون واحد بوصة، تكون محجوزة على منخل واحد بوصة، ماشي؟ فأنا على أساس العينة برضو اللي أنا هحتاجها ممكن أحط المناخ اللي أنا عايزها، بس المنخل اللي قبله المنخل اللي هيتحجز عليه وبس خلاص، ماشي؟ فأنا دلوقتي بعد كده هيكون في معايا طبعا ميزان، ميزان علشان أوزن عليه العينة بتاعتي، المفروض تكون الحساسية بتاعته 1/10 جرام، ويكون معايا فرن تجفيف علشان ان انا اجفف العينه بتاعتي واحدد الوزن الدرايه بتاع العينه. هنشوف بقى مع بعض العينه انا هفصلها ازاي. ده زي ما احنا شايفين منخل 1.5 بوصه، وده منخل 1 بوصه، وده منخل 3/4، وتحت منهم منخل 4. انا عايز بس انا ممكن احط الاثنين دول لان انا عايز المر من على ده والمحجوز على ده، ممكن احطهم هم دول بس اللي هو 1.5 ومحجوز على 1 بوصه. هبدا احط العينه بتاعتي. اللي بيتحجز على منخل 1 بوصه ببدا اخده واسجل الوزن بتاعه. تمام؟ العينات دي كلها، دي كلها مرت، ماشي؟ هي يعني انا بحاول ان انا اتاكد ان هي ممكن تكون في حاجات هتمر من اي زاويه، بتاكد ان هي هتمر معايا خلاص. خلاص كده بقى معايا عينه وزنها 1880 جرام، طبعا هي المفروض يكون وزنها 3 كيلو، بس احنا يعني ايه علشان نسرع ونشتغل بسرعه، هي الفكره بقى اهم حاجه ان احنا نعرف فكره الاختبار بس. بعد كده انا هاخد العينه دي وهغمرها في الميه لمده 24 ساعه. ماشي؟ علشان نعمل ايه؟ عشان يحصل لها تشبع، عشان املى الفراغات الهوائيه اللي داخل الحبيبات ديت تتملى ميه. ماشي؟ لان انا هحتاج ان انا احدد، عايز في الاخر انا عايز احدد حجم الحبيبات دي، وهو حجم غير منتظم. ماشي؟ فانا في الاخر بطريقه الاوزان، بالاوزان اللي انا هاخدها هقدر منها ان انا احدد حجم الحبيبات ديت، وبعد كده هقسم الوزن على الحجم هيديني الكثافه. ماشي؟ هنغمر العينه لمده 24 ساعه وبعد كده نكمل الاختبار. طيب بعد ما غمرنا العينه وزي ما احنا شايفين كده العينه مغموره، المايه مغطيه سطحها بالكامل، بعد ما غمرناها لمده 24 ساعه هنصفي المايه من العينه بتاعتنا. تمام؟ وهبدا احط العينه بتاعتي فوطة بالشكل ده كده، ماشي؟ وابدأ ايه؟ اجفف السطح بتاع ايه؟ بتاع العينة، ان هي تبقى عشان اطلع وزنة اسمها SSD، هي ده الاختصار بتاعها اللي هي Saturated Surface Dry، اللي هو مشبعة جافة السطح، يعني العينة مشبعة من الداخل ولكن السطح بتاعها ايه؟ معلهوش ايه؟ محتوى مائي، معلهوش مية ايه؟ زايدة، ماشي؟ هبدأ اعمل بالشكل ده كده لحد ما ايه؟ ما اتاكد ان السطح بتاع العينه بتاعي بقى جاف والعينه مشبعه من الداخل. شوف العينه اهو زي ما احنا شايفين كده، العينه بقى السطح بتاعها جاف من بره ولكنها ايه؟ مشبعه. هروح اخد العينه، طبعا انا حطيت الصينيه او الحاجه او الوعاء اللي انا هوزن فيه وصفرت الميزان علشان تبقى الحاجه دي مش محسوبه على الميزان، وابدا ايه افضي العينه بتاعتي كويس واوزنها. طبعا العينه لو تفتكروا ما انا كنت لما خدتها قبل ما اغمرها وكده كان وزنها 1881، دلوقتي بقى وزنها 2001.8، يعني زادت حوالي 20.5 جرام او حوالي 20.7 جرام. هاجي اسجل هنا الـ الوزن بتاع الساتوريتد سيرفيس دراي بتاعي اللي هو 2001.6 اهو، ويت اوف اس اس دي اللي هو ساتوريتد سيرفيس دراي هيبقى 2001.6
بوينت 7 من 10 جرام. طيب بعد كده العينه ديت هاخدها زي ما هي كده واحطها واوزنها، دي كده اسمها ويت ان اير، وزن العينه المشبعه جافه السطح في الهواء. اروح مباشره وهي ما زالت مشبعه بالشكل ده كده واروح اوزنها فين؟ اول حاجه هصفر الميزان بتاعي علشان يبقى الوزن السله ما هواش ظاهر على الميزان، وهبدا احط العينه بتاعتي في السله علشان اسجل الوزن في الميه. هبدا افرغ العينه، بس بحاول بقدر الامكان ان انا ما اعملش ايه ديستربنس للميه، ما اهزش الميه جامد علشان ايه ما ياخدش وقت معايا على ما الميزان بتاعي يثبت وكده. ماشي، هبدا اسجل الوزنه بتاعتي في الميه. المفروض ان هي هتطلع اقل من اي وزنه انا خدتها في الهواء، لان الاب ليفتنج فورس بتاع الميه اللي هي قوه الدفع الاعلى طبعا بتتناسب مع حجم العينه، فكل ما حجم العينه هيزيد طبعا هو الوزن كده كده هيزيد، بس طبعا الاب ليفتنج فورس هتزيد، فطبيعي ان الوزن بتاع العينه يكون اقل من اي وزن اللي باخده في الهواء اللي هو من فوق الميزان من هنا، فالوزن ده هيكون اقل. انا كنت واخد كان 2001 من 10 جرام، المفروض دلوقتي بقى 1352. طب الفرق ما بين الوزنتين دول عباره عن ايه؟ ده بيعبر لي عن حجم العينه، المفروض ده كده ان ده حجم العينه. تمام، هاجي هسجل الوزن ده 1352 واطلع العينه بتاعتي علشان ان انا ايه اجففها. هفرغ العينه هنا، تمام زي ما احنا شايفين كده، وادخلها الفرن لمده 24 ساعه علشان تجف، وبعد كده هسجل الوزنه بتاعتي اللي هي الدراي ويت ان اير. الفرن اهو، هحط العينه في الفرن اهو. ماشي، والمفروض بقى ان انا اظبط درجه حراره الفرن بتاعتي دلوقتي، درجه الحراره الداخليه 80 79 درجه، ابدا اظبط درجه الحراره بتاعتي ان هي تبقى من 105 ل 110. ماشي، واسيبه لحد ما ايه ما العينه تجف، وبعد كده اسجل الوزن. شوف الحسابات بتاعتي بتتم ازاي. عندي الويت اوف اوفن درايد سامبل اللي هي الوزنه الثالثه اللي انا هطلعها من الفرن واوزنها دلوقتي، بس الويت اوف اس اس دي سامبل ان ووتر كانت 1352.6. ماشي، هطلع الوزنه الجافه بتاعتي يعني عشان بس نعجل ونخلص الاختبار، هفترض ان هي مثلا بقت 1872 مثلا واحد. هاجي بعد كده بقى ايه الويت اوف الووتر ابزوربشن اللي هو الامتصاص بتاع الميه بتساوي الاي ناقص البي. الاي ناقص البي المفروض ان ديت العينه كانت مشبعه جافه السطح وبعد كده انا جففتها، فانا بطرح الاثنين من بعض بيطلع لي قيمه الميه اللي العينه شربتها علشان تبقى مشبعه، فهيديني رقم. ده هيبقى ايه اللي هو الابزوربشن. هروح جاي ضربه في 100، هضربه في 100 واقسمه على الوزن اللي هو الايه اللي هو الجاف، هيديني الابزوربشن بتاع اللي هو الامتصاص بتاع الميه. ماشي، بعد كده الحسابات بتاعت السبيسيفيك جرافيتي بيقول لي البالك اوفن دراي اللي هو البالك سبيسيفيك جرافيتي بتساوي البي اللي هو الوزن الجاف على الاي ناقص السي. زي ما انا قلت لكم ان انا لما بطرح الوزن اللي هو الاس اس دي اللي هو المشبع ناقص الوزن في الميه، فرق الوزنتين زي ما احنا شفناهم اهو 2000 و1350، ده عباره عن حجم العينه، فانا لما اقسم الوزن الصلب او الوزن الجاف على حجم العينه هيديني كثافه، وده البالك ساتوريتد سيرفيس دراي. بدل ما بقسم الاي على الاي سي، بدل ما بقسم البي اللي هو السوليد اللي هو الاوفن درايد، لا بقسم الاي اللي هو الاس اس دي، وده الابيرنت سبيسيفيك جرافيتي الكثافه الظاهريه، بقسم الصلب على الصلب ناقص اللي هو الوزن في الميه. وبكده نكون خلصنا الاختبار.
واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل كويس، وان شاء الله نتقابل في اختبار تاني جديد. ولو عجبك الفيديو اتمنى ان انت تدوس على زرار سبسكرايب عشان يوصلك اي فيديوهات جديده، وتعمل لايك للفيديو. ولو في اي سؤال او اي استفسار اتمنى ان انت تسيبه لي في كومنت وان شاء الله ارد عليه. وان شاء الله هتلاقي الرابط بتاع الحساب بتاعي على الفيسبوك تحت الفيديو في التفاصيل، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب باذن الله.